بسم الله الرحمن الرحيم. هنشوف النهارده مع بعض الليسون شابتر 11 كيميكال، اوكي، كيمستري جريد 7. شابتر 11 بيتكلم عن الاليمنتس اند كيميكال بوند، ازاي حاجات، هاو دو اليمنتس جوين توجذر، ازاي الاليمنت بتكون مع بعضها، ما احط كومباوند او اليمنت مع اليمنت عشان يعملوا الكومباوند ده، بيعملوه ازاي كيميكالي. فنشوف كده المقدمه بتاعت الدرس. بيقول لك ايه اول حاجه عشان نفهم الكلام ده؟ لازم نتكلم عن الكترونز اند انرجي ليفل. لازم نتكلم عن الالكترونز والانرجي ليفل، لان هو اللي بيرتبط ببعضه. ايه الكترون بيخش في الكترون، ينط من هنا يروح هنا، لكن البروتون ثابت دايما. فهنشوف بس بالتفصيل. فقال لك عشان تستعمل الكلام ده هتلاقي نفسك بتتعرف على حاجات جديده، مصطلحات جديده، زي ايه؟ كيميكال بوند، فالنس الكترون، الكترون دوت دياجرام. الثلاث حاجات دول لازم تعرفهم عشان تقول ان انت ايه اتقنت الموضوع ده، ماشي؟ بنشوف دلوقتي اول حاجه في الموضوع هي البريوديك تيبل، ماشي؟ البريوديك تيبل ليه علاقه بالموضوع؟ طبعا اكيد ليه علاقه بالموضوع، ازاي ملوش علاقه؟ هنشوف العلاقه بتاعته ايه. Imagine trying to find book in library. يا سلام، هتدور وتدوخ فيها في اللايبراري اللي قدامك دي. If all book were unorganized، تقول يا ترى فين الكتاب؟ لكن لو انت عاملها organizations، تقول هنا كتب الساينس، هنا كتب الماث، هنا كتب الانجليش، هنا كتب كذا، تقدر تطلع الكتاب بسرعه. فلازم تكون حاجه organized. لذلك البريودك تيبل عمل organization للعناصر، للالمنتس. Books are organized in library to help you easily to find the information you need. طبعا. وبعدين the periodic table is likely library. يا سلام، زي اللايبراري بالظبط ليك عشان تاخد المعلومات على طول. لما تفتح البريودك تيبل وتشوف جواه العناصر والاليمنتس مترتبه ازاي، بتتبسط جدا وتطلعها بسرعه. A copy of periodic table is on the inside back cover of this book. طبعا احنا لما رحنا الصفحه الاخيره شفناه امبارح، فاكر لما قعدنا نشوفه ونقلب فيه، لكن ما عندناش مانع ان احنا نشوفه كمان. فادي البريودك تيبل بتاعنا، وهنثبته على كده كل ما نحتاجه نرجع للصوره دي. فهو هنا بيقول لك العناصر مترتبه. شفت الاورجنايزيشن جايب عده اشكال. اولا منظم كجروبس، كل جروب فيه كل الجروب دوت مثلا كده كله فيه خصائص واحده، وبعدين الجروب اللي بعده فيه خصائص ثانيه وهكذا، ماشي؟ كل جروب زي ما انت شايف كده ليه. بالتالي بنعمل دلوقتي بنشوف التنظيم بتاعنا. كل جروب الجروب ده كله ليه نفس الخصائص. ما يقول لي عايز جروب فيه بروبرتيز معينه، اقول له خلاص خش على جروب 2، اخش على جروب 11، اخش على جروب ده. اورجنايزيشن كانها مكتبه لايبراري وفيها الكتب بتاعتي. اقول له عايز كتاب في الساينس، هاته من هنا، عايز كتاب في الانجليش، هاته من هنا، ده اللي منظمه. هو ده الاورجنايزيشن بتاع البريودك تيبل، ماشي؟ فعشان كده بقول لك الجدول ده مهم جدا وبينظم لك كل حاجه. طيب وبعد كده نكمل بقيه الباراجراف. بيقول لك بعد كده الكوبي اوف بريودك تيبل موجوده في اخر الكتاب اللي احنا شفناه دلوقتي. ذا تيبل هاز مور ذان 100 بلوكس. يا في 100 اكتر بكتير من 100 بلوك اهو، كل دي بلوكات، كل واحد من دول اسمه بلوك 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 بلوك. شوف اكتر من واحد تقدر تجاوبهم ازاي لو عملنا جدول الضرب 1 2 3 4 5 ماكسيمم 200 لغايه هنا، تضرب الطول في العرض او تقعد تعدهم واحده واحده. المهم في النهايه فعلا هم اكتر من بلوك. كل مربع من دول 294. كل كيوب من دول ده اسمه كيوب، كل كيوب من دول اسمه بلوك. طيب وبعدين في ايه تاني؟ وان اوف اتش، بيقول لك ايه مرزم بلوك، وان اوف فور اتش نون اليمنت. يس، كل بلوك للاليمنت بتاعه، يعني السكوير دوت او الكيوب دوت، ده كيوب على فكره، ده كيوب. كل واحد منهم خاص بمين؟ باليمنت. ده بتاع الزنك، ده بتاع البورون، ده بتاع الكربون، كل واحد ليه البلوك بتاعه، كل واحد ليه تخصصه بالظبط كده. وبالتالي كوبي اوف بريدك تيبل كذا. وبعدين اتش بلوك في بريدك تيبل include basic properties of each element. طبعا كل بلوك فيه البروبرتي، يا تفتح البلوك كده تجيب البلوك تسحبه تفتحه من جوه تشوف كل البروبرتيز بتاعت الايه الاليمنت اللي جوه الكيوب ده او البلوك. هو بلوك بيسمينه كلوب، بلوك مش كيوب، ماشي؟ وبعدين بقول لك ايه such as ايه البروبرتيز اللي بتشوفها، such as element state of matter at room temperature and atomic number والاتوميك ماس. the atomic number is the number of protons. طبعا بيعرفوا تاني بقى الكلام اللي زهقنا منه. the atomic number is the number of protons in each room and each atom sorry of element. each block also lists بيليست ايه تاني elements atomic mass طبعا or the average mass different. طبعا ليه الافريج ماس؟ لانه بيديني ايه في الافريج ماس؟ اتفقنا بيديني رقم في كسور كده في فراكشنز، عشان ده اسمه، ده ما اسموش الاتوميك ماس، اسمه الافريج اتوميك ماس. اتوميك ايه؟ افريج اتوميك ماس، صح ولا غلطان؟ يبقى هو ده اسمه افريج اتوميك ماس اللي فيه، عشان فيه فراكشنز زي ما انت شايف كده، فراكشن فراكشن فراكشن. وقلنا ده شرحناه قبل كده، لا داعي للخوض فيه مره ثانيه. خلاص كده خلصنا الصفحه الاولى. طيب بريودك تيبل جروب، ادي بريودك تيبل جروب بنحاول نتكلم عنها دلوقتي. بريودك بيريودز اند جروبس، ايه بقى؟ يو كان ليرن اباوت سام بروبرتيز اوف ان اليمنت فروم اتس بوزيشن. طبعا
اللي على الشمال خالص اسمهم ايه؟ الكلاي. الكلاي واللي جنبهم كذا واللي جنبهم كذا وفي الاخر هالوجين وفي الاخر نوبل جاز وفي لاثونيد واكتونيد. يبقى عرفنا كل واحد كل مجموعه فين حفظناهم. elements are organized in a table في روز اند جروب اسمها بيريودز. يبقى الحاجات الافقيه الهوريزونتال ده كله اسمه ايه؟ اسمه بيريودز. يبقى دي دول كلهم كده 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 ماشي بالهوريزونتال كده اسمه بيريود ودول كلهم بيريود بيريود بيريود. امال بالفيرتيكال ده اسمه ايه؟ جروب. والفيرتيكال جروب. يبقى ده نقدر نقول كده. تقدر تقول لي الاليمنت اللي اسمه الومنيوم الومنيوم نقدر نقول عليه الرو بتاعه رو نمبر كام؟ الرو بتاعه يا سيدي اللي هو اسمه البيريود بيريود نمبر 3 اهو. البيريود بتاعته نمبر كام؟ 3. اهي شايف ال 3 دي اهو البيريود بتاعته نمبر 3. طب والجروب بتاعه 13. طب انت بقى بتحنك في الثانيه قول لي الهيدروجين الجروب بتاعه كام؟ الجروب بتاعه 1 والبريود بتاعته 1 يعني كل حاجه فيه 1. تخيل الهيدروجين جروب 1 رو 1 اتوميك نمبر 1 ماس 1 حتى الاتوميك ماس بتاعته 1. طيب يلا اخر واحده نمتحنك فيها قول لي السيليكون. السيليكون فين؟ ادي السيليكون اهو. يلا اديني البريود بتاعته. البريود كام؟ البريود همشي هوريزونتال 3 وجروب 14 بس. يبقى دي عرفنا الجروب والبريود كده دي خلاص ماشي. وبعدين عايز يقول ايه تاني الجدع ده؟ ذا بريودك تيبل ليستس. وبعدين بيقول لك البريودك تيبل ليستس اليمنتس ان اوردر اوف اتوميك نمبر زي ما انت جاوبت امبارح. فاكر الاجابه؟ اتوميك نمبر انكريزز. لحظه يبقى بيرتبهم طبقا اتوميك نمبر. انا امبارح كنت هقول لك اتوميك ماس انت طلعت ذكي وفضلت ايه مصر عليه ماشي. The atomic number increases from left to right. طبعا atomic number قاعد يزيد من الشمال لليمين اهو. كل شويه نروح عليه عشان نتاكد اهو من الشمال لليمين. ده كان 3 4 11 12 ده 19 20 21 قاعد يزيد كده بمقدار واحد. يا سلام يعني ده اول واحد. في حاجه ثانيه جنبه اثنين اهو. شوف وانت ماشي هوريزونتال يبقى على البيريود. البيريود ايه؟ 1 2 ابتدي الصف اللي فيه اللي بعديه 3 4 5 6 7 8 9 10 وهكذا. وبعدين يفضل ينزل كده ما بيزيدش كده بقى يا استاذ. لا ده بيزيد هوريزونتالي اهو 19 20 21 22 23 24 قاعدين يزيدوا كده بمقدار واحد. كل واحد هوريزونتال يعني في اتجاه الايه؟ البريود ولا في اتجاه الجروب؟ اتجاه البريود. برافو ماشي. نشوف بعد كده اللي بعده. فده الزياده بينهم بتبقى جايه في الاتجاه اللي قلنا عليه دوت. بعد كده بيقول لي ايه بعد كده تاني؟ The atomic number increases from left to right as you move across the period. يا سلام بتزيد. ده سؤال مهم. بيقول لك بتزيد البريودك نمبر الاتوميك نمبر ازاي؟ قول له في اتجاه البريود. طيب بعد كده element in each group have similar chemical properties. كل جروب بقى فيرتيكال ليهم نفس الايه؟ كل دول قاعدين يزيدوا عن بعض بمقدار واحد في الاتجاه الافقي. لكن في اتجاه الراسي الجروب اربعه ده كلهم ليهم نفس الايه؟ الكيميكال بروبرتيز. ليهم نفس الايه؟ الجروب الكيميكال بروبرتيز. الجروب بيتميز عن اللي جنبه بايه؟ بالكيميكال بروبرتي. بس كده الكيميكال بروبرتيز بتاعته. طيب يو ويل تعال ندي مثال عليها عشان ما انتهش. المثال عليها ايه؟ اقول له يعني البروبرتيز بتاعت الكربون قريبه جدا من الكيميكال بتاعت السيليكون من ده من ده من ده من ده كلهم اخوات. عشان كده المجموعه الاولانيه اسمها مجموعه الايه؟ الالكلاي. الالكلاي جروب دول كلهم شبه بعض في البروبرتيز بالظبط حاجه زي كده. دول كلهم خاملين ما بيتفاعلوش مع اي حاجه بسهوله. ودول اول ما تفكهم يشبطوا في اي حاجه ويعملوا معاها تفاعل اللي هم جروب 17. فعشان كده كلهم اخوات. الاخوات بيبقوا مترتبين فيرتيكال كده لكن هوريزونتالي بقى رتبهم باتجاه الايه؟ البريودك نمبر بتاعهم. طيب تعال نشوف بعد كده سيميلر كذا ان ذيس ليسون. تعال كل اللي فات ده كله ده كله ده عارفينه من 100 سنه لكن احنا عايزين نشوف بقى الجديد علينا ايه. ان ذيس ليسون You will read more about how elements position on periodic table can be used to predict its property. يا سلام من مكانه في الجدول تعرف الخصائص بتاعته. يا ده هيعلمنا حاجة جديدة بقى. بقى ما نقعد نحفظ هنفهم. بقى ما تقعد تحفظ ده خصائصه ايه. قال لك انا اول ما تشوف البريديك تيبل كده وتنشن على العنصر ده اللي هنا هتعرف خصائصه على طول. معقول؟ تعال نشوف هيعملها ازاي. قال لك اهو اول حاجه هعلمها لك في الدرس اهيت. بيقول لك خلي بالك اول حاجه اللون الازرق واللون الاصفر واللون الاخضر. اول ما دي معلومه حلوه واحنا عارفينها من الاول بس ما فيش مانع ان احنا نعرفهم منه. بيقول لك ايه؟ اول ما تشوف ازرق اعرف انه ميتال شايننج باللون الازرق. طيب اول ما تشوفه اصفر اعرف انه نون ميتال. اول ما تشوفه اخضر اعرف انه متلويد. الحمد لله. يبقى دي كده او معلومه مهمه ولا لا؟ يبقى ما يجي واحد يفتح لك البريودك تيبل ويشاور لك على السيليكون قول له استنى اعرف لك السيليكون دي في المتلويد. برافو عليك. افرض انت ما كنتش تعرفه
عنصر غريب مثلا زي مثلا مين تريليوم ده مثلا اهو تريليوم ده مثلا ما اعرفوش، واحد يقول لي اقول له طب افتح لي كده البريدكت تيبل اشوفه كده الاقي لونه اخضر اعرف ان هو ميتالويد، يبقى كده سهل المهمه ولا لا؟ سهلها لي طبعا من لون، يبقى اول معلومه عرفتها عن طريق اللون. مالهم الميتال؟ عارف ان الميتال كلهم معظمهم شايني شايني جود كوندكتورز اوف الكتريستي اند ثيرمال انرجي ايزلي بولد انتو واير، بيتحولوا لوايرز اند هامرد انتو شيتس، بقدر اعمل لهم رقايق كده ماشي. بعد كده ميتالويدز، الميتالويدز have properties in common with both metal and non-metal. يا سلام، هم حاجة بين البنين، لا هم metal ولا هم non-metal، واخدين من ده حاجات واخدين من ده حاجات. non-metal بقى ايه؟ عكس اللي فوق ده خالص، كل اللي شفته في الميتال هنا هتشوف عكسه هنا. ماله؟ good conductors، good conductor تلاقيه poor conductor، اللي مش عارف ايه العكس، ductility تلاقيه brittle، كل كلمة ليها ايه العكس بتاعها. ولك كمان ايه؟ most are gases، معظم non-metal gases اوكي ات روم تمبريتشر، والسوليد فروم 10 تو بريتل، والسوليد منهم ايه؟ يبقى في نوعين منهم، اما انهم جاسز، جاسز يعني ايه؟ مش شايفهم بعيني، بيتحطوا في قاروره كده ولا حاجه يبقوا جاس واقفل عليهم ماشي، او سوليد اذا اللي في منهم سوليد بيكون بيتكسر بالشاكوش زي مين؟ السلفر. السلفر لما كسروه بالشاكوش امبارح، فهمنا دي؟ اهم نتاكد منهم اهم يا سيدي، كل دول هتلاقي معظمهم جاسز كده، واذا لقيت فيهم مثلا كربون ولا فوسفراس ولا سلفر كل دول مالهم؟ بيتكسروا على طول بالشاكوش ايه؟ بريتل. خلاص؟ طيب نخش على بعدها. واضح كده الامور لغايه دلوقتي؟ طيب بعد كده بيقول لك ايه؟ ميتلز اند نون ميتلز اند ميتالويد، مالهم؟ The three main regions of elements in the periodic table are shown in figure 1، شفناهم خلاص اللي هم دول، دول شفناهم الثلاثه. مالهم بقى؟ except for hydrogen، اوعى الهيدروجين ده بقى حاجه لوحده خالص، ده ماله الهيدروجين؟ element ماله؟ on the left side of the table metal، non metals are on the right، يعني بيقول لك كل الجاسس كلهم او النون ميتال الهيدروجين. تقدر تقول لي الهيدروجين ميتال ولا نون ميتال؟ الهيدروجين ميتال. نو no, لا نون ميتال قصدي. اهو بيقول لك كل النون ميتالز موجودين على اليمين ما عدا الهيدروجين، يبقى معنى كده الهيدروجين ايه؟ الهيدروجين نون ميتال. بتكلم انه ميتال ولا نون ميتال الاول؟ اولا نون ميتال لانه لونه اصفر، ما احنا اتفقنا ان اللون لحظه اللون، هل الاصفر معناه انه جاس؟ لا 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 مش معناه انه جاس. ليه؟ لان السلفر والكربون مش جاس صح؟ معناه بس انه نون ميتال مش معناه انه جاس. معظمهم جاسز لكن الهيدروجين بالصدفه جاس، النيتروجين جاس، الهيليوم جاس، اللي مش عارف مين البرون جاس، وهكذا في حاجات كتير منهم جاسز لكن في منهم برضو نون ميتال ويكون مش جاس يكون سوليد زي مين؟ السلفر بيتكسر على طول بريتل. فقال لك كل النون ميتالز موجودين فين؟ على اليمين، موجودين فين؟ على اليمين ما عدا مين؟ ما عدا الهيدروجين. الهيدروجين يبقى الهيدروجين نون ميتال ولا لا؟ بس كده. بيقول لك ايه؟ ميتالويدز فروم نارو ستير ستيب، عامل زي السلم، بيقول لك عامل زي ما تكون طالع على السلم. بص اعتبر الاخضر دوت كده لما يجي ينزل، برافو عليك، اعتبر الاخضر ده قدامك كده كانك بتعمل ايه؟ طالع على السلم. between the metals and non-metals and they share the and the metalloids they share بالظبط. تعال نرسم السلم كده يا استاذ، بس شايف السلم ده؟ بص ادي طالع بالسلم كده، بص لي هنا لو سمحت اهو، بص بص هنا لو سمحت، طالع بالسلم عليه بالمنظر ده اهو ماشي. خلاص تيك 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 بالمنظر ده كده طالع على السلم. اوكي طيب ادي رسمه السلم اهي قدامنا، بطلع كده وباجي كده، شايف عامل زي السلم ازاي؟ ستير ولا لا؟ قال لك ستير اهو، الناس بتطلع على السلم بالمنظر ده. الله، الزجزاج ده كده بيسموه زجزاج او ستير اهو، هنا مسميه ايه في البراجراف ده؟ ستير ستيب، بيسميه ستير ستيب. ستير ستيب يعني ايه؟ كأن طالع سلم. هو ده اللي عاملين ستير ستيب دول اسمهم ايه؟ ميتالويدز. ميتالويدز اوكي. طيب بعد كده بيقول لي ايه؟ اتوم بوند. من اول هنا هنخش في الجد بقى اللي هو عنوان الدرس بتاعنا. ايه الاتوم بوند ده؟ ازاي الحاجات مرتبطه ببعضها؟ ازاي مرتبطه ببعضها؟ ان ناتشر بيور اليمنتس ار رير، يعني صعب قوي تلاقي في الطبيعه elements pure، لازم يكون مختلط بايه؟ بحاجه ثانيه. لازم يكون ايه؟ مختلط بحاجه ثانيه، ما يكونش لوحده ابدا. يعني مش معنى انك شايف كربون كده انه ده كربون بس، لا اكيد دخل فيه شوائب، دخل عليه اكسجين، دخل عليه كذا، دخل عليه جاز ثاني يتفاعل معاه، لكن بيور بيور لا قليلين قوي ماشي. ليه؟ انستيد وعلى العكس من ذلك ماشي، او بدلا من ذلك بيقول لك ايه؟ atoms of different elements chemically combine and form compounds. بس ما هو الكومباوند؟
ال compound اللي is هو لما is when is a element and chemical, element chemical combine لا together and they form compound. elements chemically combine ماشي one of اللي هو the نفس الحاجة. combination بتاع ال elements in chemically chemically مش physically ماشي. ده compound. compounds make up most of matter around you. ما فيش حاجة اسمها element pure لازم يكون دخل فيه كومباوند، لازم، ما ينفعش يكون لوحده. يعني لو انت ماسك مثلا الماوس دي، الماوس دي مش إليمنت لوحده كده خزف او حاجه، لا ده لازم يكون دخل فيه اكتر من حاجه ماشي. طيب جسم الانسان كومباوند، مش ممكن انا جسمي فيه اكسجين بس او نيتروجين بس او كذا، الحاجات اللي قالها الراجل في اول حصه، لا في حاجات كتير على بعضها كلها كومباوند. there are only about 115 elements، حوالي 115 اللي هم موجودين فين؟ في البريودك تيبل. But these elements combine and form millions millions of compound. تخيل بقى ايه الاستاذ ده ياخد ده معاه، او الاثنين دول ياخدوا الثالث معاهم، او الثلاثه دول ياخدوا واحد من هنا معاهم، او الاربعه دول ياخدوا واحد خمس، يعني عدد كبير جدا من elements من compounds بتتكون. يبقى مين اللي عدده محدود؟ الاليمنتس. الاليمنتس كام element؟ 115. الكومباوندز تقدر تقول لي عددهم؟ لا مليونز، عدد نهائي هو اي المليونز دلوقتي of compound. chemical bond hold them together، بتمسكهم مع بعض. ايه بقى ايه اللي بيخليهم ما يسيبوش بعض؟ ايه اللي يخلي الكومباوند في الطبيعه ما يتفصلوش عن بعض؟ حاجه اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ chemical bond. برافو عليك، حاجه اسمها الكيميك او الاتوميك بوند اهو ماشي. فين اللي هو ده؟ chemical bond. برافو، chemical bond هو اللي بيخليهم يمسكوا بعضهم. chemical bond is force. يلا احفظ لي الباراجراف ده بسرعه يلا. is a force that holds two or more atoms together. دي أول حاجة عايزين نعرفها دلوقتي، يلا نقولها تاني. A chemical bond is a force that holds two or more atoms together. Two or more atoms together. خلاص اتفقنا؟ طيب، electron number. خلاص كده عرفنا الكيميكال بوند هو إيه؟ القوة اللي بتخليهم تخلي الإليمنتس يمسكوا في بعض، مش إليمنتس مش اتنين إليمنتس بس، أكتر. Or أكتر. Two or more. Two or more. خلصت؟ طيب، بعد كده يا سيدي الفاضل، لحظة. بعد كده نعمل ايه؟ نخش على البراجراف اللي بعده. بيقول لك ايه؟ الكترونز، الكترون نمبر اند ارينجمنت. ايه الالكترون نمبر اند ارينجمنت ده بقى؟ ريكول، بيقول لك فاكر ذات اتومز كونتين بروتون. طبعا اي اتوم في الدنيا فيها بروتون، اوعى تقول البروتون بيسيبها ويمشي، هيبقى في مشكله ثانيه. لان البروتون اصلا مش بتتحرك، هو جزء منها. لو البروتون قل ما بقاش نفس الاليمنت اهو، في تسعه بروتون، لو بقوا ثمانيه بقى عنصر ثاني، يتسمى برون مثلا، يتسمى كذا، ما بقاش فلورين، فلوراين. طيب انا بقول لك ايه؟ نيوترونز اند الكترون. اي اتوم في الدنيا فيها ثلاث حاجات دول، بروتون نيوترون اند الكترون. از شون ان فيجر 2 اهو. يا سلام على الفيجر 2 الجميل ده. الالكترونز بس هي بص اللي بتتحرك. برافو عليك شاطر. اتش بروتون هاز اي بوزيتيف تشارج. طبعا طبعا اهي البوزيتيف البراون دي بوزيتيف ماشي، وبعدين ماله؟ اند هاز نيجاتيف تشارج اللي هي الزرقاء اهي. سوري مش الزرقاء، اللي هي بره الالكترون. اه الالكترون اللي بره دي، لكن الزرقاء دي ايه؟ النيوترون. لا البروتون. الزرقاء اسمها إيه؟ نيوترون ماشي. يبقى كل ده جوه لمين؟ النيوكلس. النيوكلس شايف النيوكلس؟ النيوكلس اهي، كبرها لك بره، خدها بره كبرها كده، خد النيوكلس الصغنطوطه الجميله اللي هنا دي وراح مكبرها لك بره كده، كبرها لك ووريها لك. قال لك دي الصغيره دي فيها حاجات لونها براون دي بروتونز، وحاجات بلو دارك بلو اسمها نيوترون. اما اللي بيدور حواليهم ده النيوترون والبروتون هما مش بيتحركوا، اللي بيدور حواليهم ده اسمه ايه؟ الكترون. الصغنطوط قوي ده لا يكاد يظهر حجمه ماشي. اصحى معايا انا بعد صح. كده بيقول لك ايه؟ نيجاتيف تشارج. بقول لك ايه؟ اتش الكترون هاز نيجاتيف تشارج. كويس. ذا اتوميك نمبر اوف ان اليمنت، كل لغايه دلوقتي والله انا مش شايف ان في كلام جديد ماشي، كله قديم. ذا اتوميك نمبر اوف ان اليمنت ماشي، ماله بقى؟ It's is the number of protons in each. يا سلام. الاتوميك نمبر هو العدد البروتون، نمبر بروتون ما احنا عارفين. الناتشرال النيوترال ان تشارجد النيوترون بقى اتوم. ذا نمبر اوف بروتونز ايكوال ذا نمبر اوف الكترون. طبعا في الاتوم العاديه خالص اللي هي مش اللي هي نوت ايون، اف نوت ايون مينز نمبر اوف بروتون ايكوال نمبر اوف الكترون. نمبر اوف بروتون ايكوال نمبر اوف وات؟ الكترون. ليه الاثنين قد بعض ليه؟ عشان كده الاتوم مالها ان تشارج. ان تشارج يعني ايه؟ نوت ايون. نوت ايون. والاول التشارج اتقال عليها ايون. ايه؟ ايون. بوزيتيف او نيجاتيف حسب الالكترونز اللي سابتها. طيب ذا اكزاكت بوزيشن اوف الكترون اوف ان اذا اتوم ان ان اتوم ماله بقى؟ كان نوت بي ديتيرمند. This is because electrons are in contrast in constant motion. دايما الالكترون قاعده تتحرك على طول حواليها. However, each electron is usually in a certain area.
اهو كل الكترون واخد المسار بتاعه كده، قاعد يتحرك في الحته دي كده، واخد مكانه سبيس اراوند، وبيدور حوالين مين؟ حوالين النيوكلاس، قاعد يدور حواليها كده اهو. نرسم لك المسار بتاع الالكترون كده، ادي يا سيدي الفاضل، نجيب بس قلم رفيع شويه اهو، هنلاقي المسار بتاع الالكترون ده، بص ماشي ازاي، ماشي في الدايره دي كده، ما بيغيرش المسار ده خالص، قاعد يلف حواليها كده الى ما لا نهايه، يقعد يلف 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 يلف، والالكترون اللي جنبه بياخد باص تاني، مسار تاني، يلف في المسار الكبير ده، وهكذا كل واحد ماشي ماشي، كل واحد دي البوزيشن بتاعه. هاويفر، من اول هنا بقى احنا بنقرا، هاويفر ايتش الكترون از يوجوالي ان ا سيرتن اريا اوف سبيس اراوند، كل واحد ليه الاريا بتاعته زي الاصفر ده كده ماشي. سام ار ان اريا كلوز تو ذا نيوكلس، في بعضهم قريب جدا من نيوكلس، يعني الالكترون ده بعيد ولا قريب؟ ده بعيد. وفي واحد هنا الكترون زيه هنا بيدور ايه؟ دايره صغيره كده، شايف ده؟ شايف ده بيدور في دايره صغيره. واحد في الاخر خالص بيدور في دايره كبيره اللي بره دي. طيب مالهم؟ and some are area farther than away، اهو في قريبين وفي بعاد. ايه بقى هنفهم من ده ايه؟ لما الاتوم دي تقرب من اتوم جنبها بذمتك، مين اللي هينط الاول ويسيبها؟ القريب منها ولا البعيد؟ يعني جت واحده اتوم ثانيه جنبها كده، الاتوم ده اللي يسيبها ويروح ولا الاتوم ده اللي يسيبها ويروح؟ قول لي. الاتوم لا، الالكترون الالكترون، ما بقول الالكترون، الالكترون اني الالكترون يسيبها ويروح للجديده اللي من جوه، لا البعيد اللي هو ده، البعيد صح، البعيد ده اقرب، ده اللي هيسيبها وينط هوب ويروح عند الالكترون، ويروح عند بعدها بس كده، اقرب واحد، اقرب واحد هو اللي هيسيبها ويروح، لكن القريب من جوه هيبقى صعب. ده تخميني، تعال نشوف هو هيقول لنا ايه، هيشرح لنا الكلام ده في الصفحه المقابله، هيقول لك مين اللي هيسيبها ويروح. هنبتدي اهو في الحته الجد بقى، يلا بقول لك هنا ايه. Electrons and energy. Different electrons in an atom have different amount of energy. طبعا فيها انرجي معينه. وبعدين an electron، الالكترون بيحصل له ايه؟ بيتحرك around the nucleus at distance that corresponding to its atom amount of energy. حسب كميه الانرجي اللي جواه بيتحرك بسرعه معينه حواليها. اهو لو الانرجي ضعفت شويه هيقول انا مش قادر اكمل بقى، يقوم واقع. واقع يعني ايه؟ يروح لواحده ثانيه. طول ما هو نشيط وقعد يدوب بسرعه هو جواها، اول ما الانرجي بتاعته تضعف هيعمل ايه؟ اكيد هيسيبها. اهو بيقول لك ايه، بيدور حواليها بانرجي معينه. اهو areas of space in which electrons move around the nucleus are called energy level. فاكر خدناها دي في مين؟ في بور. في بور energy level فاكره؟ اما قلنا ايه؟ لا خدناها في بور، مش فاكرها. خدناها في بور ازاي؟ بور قال لك ايه؟ قال لك كل اللي جوه دول الانرجي بتاعتهم قليله، هنا الانرجي بتاعتهم اكبر، هنا الانرجي بتاعتهم اكبر، هنا الانرجي بتاعتهم اكبر. كل ما السيركل تزيد كل ما الانرجي تزيد ولا لا؟ وقلنا ليفل 1 ليفل 2 ليفل 3 ليفل 4. هو ده بور، بور موديل، وده اتعرفنا عليه. طيب فبيقول لك ايه بقى بعد كده؟ They are at lowest level. هنا ايه؟ electron close to the nucleus have the least amount. يا سلام، زي اللي قلنا ولا لا؟ قلنا حاجه غير كده؟ لا. القريبين close to nucleus فيهم ايه؟ least amount. طب كويس، خلي هات لي لون تاني. والبعاد، اما التانيين electrons farthest، ابعد electrons دول مالهم؟ have greatest amount of energy. يا سلام، صح. القليلين والقريبين من ده الطاقة بتاعتهم ضعيفة جدا، لأن مين جذباهم؟ النيوكلس واخدهم ناحيتها كده، لكن التارك منه بعيد عنها قاعد يدور بحرية شديدة جدا. وبعدين قدروا ينتقلوا، محدش قادر يسيطر عليه. أيوه. والسيركل بتاعته أكبر، فبإيه؟ زي ار ان هايست انرجي ليفل، مين الهايست انرجي ليفل؟ اللي هم البعاد. ذا فارثست الكترون ذا هايست. برافو عليك. أما الصفر دول يا أستاذ، الصفر اللي هم مين؟ اللي هم الالكترون الكلوزست تو ذا نيوكلس، ذا نيوكلس كان كنترول مالهم دول بالظبط، كان كنترول، فبيخلي الانرجي بتاعت لوست انرجي ليفل بس. يبقى عندي نوعين ما فيهمش تالت، ماشي. نوتس، لاحظ ذات اونلي تو ليفلز، تو اونلي تو الكترونز كان بي ان ذا لوست انرجي ليفل، اثنين بس. ذا سكند انرجي ليفل كان هولد اب تو 8، يعني ممكن دي توصل يعني اللوست، لحظه، الليفلز الضعيفه اتنين بس، وممكن اللي بعديهم يبقوا 8. ايه الكلام الفرق الكلام دوت؟ انا فهمت هو يقصد ايه. جيب اي كده اليمنت، بعد اذنك، دي ايه؟ دي ايه؟ النيوكلس اهي، ماشي، دي النيوكلس ماشي. قال لك خد لي بالاصفر ده، مش قلنا الاصفر دول الضعاف؟ قال لك في ليفل اولاني اهو وليفل تاني بس، اقصى حاجه اتنين ليفل، دول دايرتين، وبعد كده الباقي اللي هم هنا لغايه الاخرانيه دول بيبتدوا بعد اثنين، يعني اضعف ليفلز بيكون عددهم كام؟ اثنين. الصفر دول بيكونوا اثنين. اقرا تاني، بيقول لك ايه؟ نوتس ذات اونلي تو الكترونز
can be in the lowest level. اتنين بس في اللوست ليفل، اتنين بس، بيبقى في اتنين هنا ماشي. ذا سكند انرجي ليفل اللي بعديه على طول بقى بيكون لون مثلا مش ازرق، يعني لون مثلا وليكن اللون ده بيبقى فيه 8 من ده، 8 من ده، 3 4 عددهم 8، وبعد كده يجي الماجنتا ده اللي هو اللون اللي هو ماشي. بعد كده نشوف اللي بعدها الكترونز اند بوندنج، هنختم بيها دلوقتي ديت بقى. Imagine two magnets اتنين مغناطيس بقى قريبين من بعض، اتنين مغناطيس هنحطهم قريبين من بعض. The closer they are to each other، حطيت ماجنت هنا وماجنت جنبه هنا اهو الاثنين اكيد عايزين يجذبوا بعض او يسيبوا بعض، بيقول لك ايه؟ The stronger that attract of their opposite، واحد القوي منهم يشد الضعيف ناحيته ولا لا؟ القوي يعني في ماجنت الكبير كده وماجنت الصغنطوط قوي جنبه، مين هتلاقي ده ساب مكانه وراح رايح خابط فيه كده يشد نفسه ناحيته، مين اللي بلعه؟ الكبير. اهو The stronger the attraction their opposite ends. Negatively charged electrons have similar attraction to the positively charged nucleus. عشان كده القريب قوي عنده attraction عالي من النيوكلاس من البروتون، والتاني البعيد ما عندوش attraction عشان كده الليفل بيتحرك بسرعة. The electrons in energy level close to the nucleus are the same have strong attraction. شفت بقى الكلام الجميل؟ ليه بقى ده energy بتاعته اعلى وده energy بتاعته قليلة؟ القريب هنا يا استاذ اللي عملنا له باللون الاصفر اهو، مش احنا عملنا هنا باللون الاصفر اهو، اللون الاصفر ده بتاع الاستاذ اللي هنا ده، بالله عليك مش ده قريب من البوزيتيف تشارج اللي هنا؟ مش كده ماسكه فيه جامد، طول ما تمشيش وتسيبني، فقاعد يعني يتحرك بصعوبه، قاعد يلف حواليها بصعوبه شديده جدا. لكن الاستاذ البعيد ده اللي هو ابعد واحد هنا في الدايره الماجنتا اللي قلنا هايست ليفل ده، الاتراكشن فورس عامله ازاي؟ بعيده جدا عن ده، بعيد عن ده، فقادر اتحرك بسرعه ولا لا؟ فقال لك كل ما الدايره كان قريب كل ما اللي بيخليه بطيء ايه؟ ليه بيكون الانرجي ليفل بتاعه قليل؟ بطيء عشان الالكترون هي بتكون قريبه من النيوكليس، والنيوكليس فيها بروتون بيشدوا ناحيتها بيشد. فبيقول له ما تمشيش ما تسيبنيش، ويمسك فيه جامد كده فبيخلي حركته بطيئه. انما البعيد دوت البعيد ده بيقدر يتحرك بحريه، ده ما فيش اتراكشن فورس عاليه، يبقى الاتراكشن فورس بتاعت الاتومز ليه هي السبب في الكلام ده، فهو ده اللي هو بيشرح لك. وقالها هنا ايه؟ The positively yes برافو عليك اهو ده كده اهو، بيقول لك ايه؟ The positively charged nucleus attract negatively charged اهو، قاعد يمسك القريبين منه دول. شوف يا عيني ده غلبان، لو في واحد اقرب كده كمان هنا او لو في واحد قريب شويه هنا هتلاقيه مش قادر يتحرك خالص، يتحرك بصعوبه شديده جدا. انما الاستاذ البعيد ده الالكترون بعيد ده بعيد خالص، فالانرجي ليفل بتاعته عاليه لان مفيش اتراكشن فورس جامد. هنا بيقول لك تعالى نشوف، جاب لك ده اللي هو القريب وعمل كده، قال لك ده قريب منه اهو، شوف لما كان قريب عمل ايه؟ Electron in energy level closest to the nucleus are strongly attracted. ماسكها، تقدر انت بذمتك تمسك المشبك ده، ده الدبوس ده، وتقدر تحركه بايدك كده بسهوله، هتلاقيه بيتحرك بالعافيه لان المغناطيس قاعد يشده منك. لكن ده منه بعد شويه هتلاقي نفسك بسهوله قاعد تجيبه يمين، قاعد تجيبه ده قاعد تجيبه كده فوق وتحت بسهوله شديده جدا انه بعيد عن المغناطيس. لكن ده منه قريب هتلاقي نفسك بتبذل مجهود شويه. ده نفس الكلام هنقدر نقول على المشبك ده ان هو مين؟ المشبك اللي هو ده هنقدر نقول عليه ان هو مين؟ هو ده الالكترون. ايوه. وقريب من الايه؟ النيوكلس، فماسكه فيه جامد. هنا منه بعيد عنها اقدر احركه بسهوله فوق وتحت. وضحت؟ الفلوراين بقى دوت مثلا بيقول لك الفلوراين 9 بروتون، عنده 9 بروتون 10 نيوترون و9 الكترون. ال 9 الكترون القريبين منها مش عارفين يتحركوا، والبعاد بيتحركوا بايه؟ بسهوله شديده. ماشي؟ This concludes this tutorial right now. نكمل بعدين.